الاولد اللي قدم مستوى ربما الوحده تفوق قليل علينا، لكن الشوط الثاني تسيرته الشوط كامل بس ما استطعت حسم النتيجه وتسجيل جول. انا خالفك الراي انه الشوط الاول تفوق الوحده على الهلال، لا نوعا ما تفوق، لا لا وجهه نظرك، لكن انا اشوف انه فريقنا يعني كان اخطر. انا اتكلم عن يعني استحواذ الكره صحيح، لكن اذا كان استحواذ الكره قريب من مرماك مو يعني مو خطر هذا. صحيح ان الهلال الشوط الاول ما ظهر بمستوى، الشوط الثاني كان الهلال افضل، قدرنا يعني نوصل مرماهم، لكن يمكن الفريق الحداوي اليوم قدر انه يعطل اطرافنا، وهي كانت يعني محور القوه لدينا يعني في المباراه. في النهايه نقطه احسن من لا شيء الحمد لله. انت افتقدت كمهاجم، افتقدت لصانع اللعب؟ والله شوف مباريات زي كذا يعني اللاعبين يقدمون اللي عليهم والباقي توفيق من رب العالمين. صرنا اللعب الموجودين في الهلال فيهم الخير والبركه، لكن احيانا ما يكون هذا يومك او انه يحالفك التوفيق. ملك التوفيق. شكرا. شكرا ياسر.